وما زلنا معكم مشاهدينا في احتفال اليوم بيوم المرأة المصرية الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيدة قرينته. وينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جميل عفيفي الكاتب الصحفي. أستاذ جميل، يعني شعار الاحتفال بالمرأة المصرية جاء تحت عنوان المرأة إرادة حياة. إلى أي مدى هذا الشعار جاء معبرا عن الإرادة السياسية وما تم تحقيقه من إنجازات للمرأة على مدار السنوات الماضية؟ هو بالفعل خلال السنوات الماضية تحقق الكثير للمرأة المصرية. المرأة المصرية بدأت في تتبوأ المناصب القيادية داخل الدولة المصرية، وقدرت ان هي تثبت جدارتها وتثبت كفاءتها في توليها تلك المناصب. يعني احنا هنشوف عدد اكبر عدد من الوزراء السيدات في الحكومة المصرية. هنجد في كل المناصب اعتلت منصب القضاء، ايضا في القضاء، في النيابة، في كل مؤسسات الدولة هناك دور كبير جدا للمرأة المصرية، وانها قدرت ان هي خلال هذه الفترة انها تثبت جدارتها وتثبت انها بالفعل قادرة على تحقيق المنجزات وقادرة على انها تكون تتبوأ المناصب الكبرى، وايضا مش على مستوى المناصب لكن في كل انحاء الجمهورية. المرأة المصرية هي التي تضحي، المرأة المصرية هي اللي بتقدم ولادها ان هم يدافعوا عن الدولة من خلال القوات المسلحة ومن خلال الشرطة المصرية. المرأة المصرية هي القادرة على إحداث توازن داخل المجتمع المصري. وبالفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتمام كبير جدا بالمرأة المصرية من خلال فتح مجالات عديدة لهم، وأعتقد أن هذا العصر هو عصر المرأة المصرية اللي قدرت أن هي تحقق كل ما كانت تطمح به، وقدرت أيضا مش أن هي تحقق كمان أنها تكون في 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 المرتبة الأولى في تحقيق كافة الإنجازات، وأن هي تحصل أيضا على المكاسب العديدة اللي كانت بتطلبها. نعم، طيب، هذا العام شهد اعتلاء السيدات مجلس الدولة لأول مرة في تاريخ مصر كقاضيات. تحدثت أستاذ جميل عن المناصب القيادية التي وصلت إليها المرأة خلال الأعوام الماضية، وهي مناصب شديدة الأهمية، على سبيل المثال مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي، هذا جانب، لكن هناك جانب اجتماعي لا نغفله، ربما تحدثت عنه الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة نيفين القباش وزيرة التضامن الاجتماعي، من حيث التمكين الاقتصادي للمرأة وإعانتها على الحياة من خلال المشروعات الصغيرة. هو بالفعل طبعا هناك العديد من المبادرات ايضا اللي تمت، وكان تحقيق المكاسب للمرأة المصرية من خلال المشروعات التي تمت داخل الدولة المصرية وتمكينها في المشروعات الصغيرة. واحنا شايفين ايضا المبادرات اللي بتنزل من خلال حياة كريمة اللي هي بتسعى الى تنمية المواهب الموجودة لدى المرأة في الريف المصري وفي القرى المصرية، والاهتمام بمهاراتهم في تنفيذ المشروعات الصغيرة. وقدرت بالفعل الدولة أنها تساهم في إخراج المواهب اللي موجودة لدى المرأة المصرية، وأنها تقدر تعمل كمان زي ما حضرتك قلتي المشروعات الصغيرة واهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة وتمكينها أيضا في تحقيق ذاتها وإظهار مواهبها بشكل كبير خلال هذه الفترة. نعم، هذا جانب. هناك جانب آخر وهو حماية المرأة من العنف. تابعنا في الجزء الأول من الاحتفال بالأرقام زيادة عدد الوحدات المنشأة للنساء التي يعانين من العنف المنزلي. هذا الأمر يعني ربما مستجد وربما كان المجتمع في حاجة إليه، لأي مدى ترى أنه مهم في الحد من العنف ضد المرأة؟ هو بالطبع احنا في الوقت الحالي يعني زي ما بقول لحضرتك الاهتمام بالمرأة المصرية في كافة الجوانب، والعنف ضد المرأة المصرية ده شيء وخاصة في المنازل ده شيء لا يقبله المجتمع ولا تقبله بالطبع الدولة. لهذا السبب الدولة بتساهم بشكل كبير في تقليل هذا العنف، بتساهم بشكل كبير في رفع المعاناة عن المرأة المصرية. للأسف الشديد في بعض
الأمور تؤخذ أو بعض الحالات العنف ضد المرأة ده شيء لا يقبله الدولة ولا يقبله أيضا المجتمع. ولهذا السبب الدولة بتقوم في الوقت الحالي بتغيير السلوك بشكل كبير جدا وزيادة الوعي في هذا الاتجاه من أجل حماية المرأة المصرية ومن أجل القضاء على هذه الحالات. أنا بعتبرها يعني ما هياش كتيرة داخل المجتمع، ولكن حماية المرأة المصرية وتغيير الوعي، وده شيء مطلوب جدا وبتسير فيه الدولة بشكل كبير. هي خطوط بتسير بالتوازي، يعني إذا ربطنا ذلك ببرنامج مودة الذي يعمل على تأهيل الأسر أو يعني الشباب المقبلين على الزواج، هذه الخطوط المتزامنة إلى أي مدى تؤثر في إنجاح الأسرة المصرية لأنها كيان المجتمع بالنظر إلى عدد حالات الطلاق الذي زاد في الفترة الأخيرة، وهذا الأمر أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة. هو بالطبع يجب أن يكون هناك وعي في البداية، يجب أن يكون هناك وعي، يجب أن يكون هناك تحديد للمسؤوليات والمبادرات اللي بتطلقها الدولة في هذا الإطار. طبعا ده شيء مهم جدا للحفاظ على الأسرة، للحفاظ على المجتمع، وللحفاظ أيضا على الأطفال اللي بيبقوا نتاج حالات الطلاق، اللي هم للأسف الشديد بيتأثروا بشكل كبير بحالات الطلاق. وطبعا زيادة حالات الطلاق في الدولة ده بيؤثر على التماسك المجتمعي وتماسك الأسرة. إذا في الوقت الحالي المبادرات اللي بتطلقها الدولة، وزي ما حضرتك تفضلتي وقلتي إن في الدولة بتسير في العديد من المسارات ولكن كلها متقاطعة من أجل النهوض بالمرأة المصرية والنهوض بالأسرة المصرية. من المعروف إن السيدة المصرية هي عمود الأسرة وهي اللي بتقدر إن هي تحافظ على تماسك الأسرة وعلى كيانها، فالاهتمام بيها وزيادة الوعي للأسرة ده بيصب في مصلحة المجتمع المصري ككل. واحدة من الظواهر أستاذ جميل التي يعني ظهرت في المجتمع في الفترة الأخيرة هي ظاهرة الغارمات، التعريف بهذا المصطلح والعمل على محاربته. وزيرة التضامن الاجتماعي تحدثت عن جهود الوزارة في تسديد ديون عدد من الغارمات، هذه الظاهرة كيف يمكن في رأيك مكافحتها مجتمعيا بجانب ما تقوم به الدولة من مجهودات؟ هو طبعا الدولة خلال السنوات الماضية احنا شفنا انها بتقدر ان هي تساهم في اخراج الغارمات وتعويضهم يعني دفع الغرامة المالية اللي هم محبوسين عليها من اجل ان هم يتم قضاء مدتهم في السجون. لكن طبعا هي ظاهرة غير جيدة بالمرة، يجب ان يكون هناك تنسيق كامل داخل الأسرة أيضا، يعني ما تبقاش السيدة هي التي تكون الضامنة أو الغارمة بهذا الشكل وهي بالفعل بتؤثر بشكل كبير على السيدة، لأنها في النهاية غير قادرة على أنها تفي بالتعهدات اللي عليها أو الضمانات اللي هي بتضمنها. لهذا السبب بيتم الحكم عليها. لكن أعتقد أن يجب أن يكون هناك توعية، الوعي مطلوب جدا، نحن أمام معركة الوعي في كافة الاتجاهات، ويجب أن يكون هناك تنسيق كامل، يجب أن يكون هناك وعي. أجهزة الدولة أيضا بتعمل بشكل كبير على زيادة الوعي لدى المواطنين في هذا الإطار. أشكرك جزيلا أستاذ جميل عفيفي الكاتب الصحفي.